الآن قراءة في أبرز ما تناوله الإعلام الإسرائيلي حول الحرب على غزة مع الباحث في الشؤون الإسرائيلية من حيفا وائل عواد. مساء الخير. مساء النور كوثر، أهلا بك والمشاهدين. هيا اليوم نبدأ في مقال يتعلق في الاقتصاد الإسرائيلي. هنالك صحيفة اقتصادية مشهورة اسمها كالكاليست نشرت أن التكلفة المباشرة للحرب وصلت إلى أكثر من 111 مليار شيكل، يعني حوالي 30 مليار دولار حتى الآن، والرقم قد يزداد إلى 35 مليار دولار وقد يكون أكثر، يعني بالإضافة لكل الارتدادات السياسية والأمنية ووضع إسرائيل في العالم وكل ذلك. سنرى الآن أرقام تقول بأن الحرب أدخلت إسرائيل إلى مأزق اقتصادي حقيقي. قد يكون الحديث عنه الآن أقل بسبب باقي الورطات، ولكن بعد أن تضع الحرب أوزارها أعتقد بأن هذا الموضوع سيستمر طويلا. أغلب الأموال صرفت، أنا كنت أعتقد على السلاح، طلع لا، على أجور لقوات الاحتياط حسب الصحيفة، حوالي 8 مليار دولار لأجور الجنود الاحتياط. أول الحرب توقعوا بأن أجور قوات الاحتياط تكون أقل، لم يتوقعوا أن تستمر الحرب كل هذه المدة وأنه في مشكلة حريديم ومش راح يتجندوا، يعني هذا لم يكن بالحسبان، لذلك زادت الميزانية بشكل كبير. متوسط تكلفة جندي الاحتياطي الواحد 8000 دولار في الشهر، 8000 دولار. بالمرتبة الثانية من ناحية صرف حسب الصحيفة هي الذخيرة، الصواريخ الاعتراضية، يعني كل منظومة الدفاع. نحن نقول دائما قد يكون صاروخ قادم من لبنان أو من غزة ثمنه هو نفسه قليل، ولكن اعتراضه يكلف أحيانا مئات أضعاف ثمنه، يعني الصاروخ الذي يعترضه مئات أضعاف ثمن الصاروخ المنطلق. هنالك طبعا حسب التقرير أموال أنفقت على السلاح الجوية والعسكرية والبرية، قطع غيار، ساعات الطيران، الوقود، وسائل قتالية، أمور لوجستية، المخابرات، التنصت، وإعادة تأهيل جنود مصابين. حسب التقرير على فكرة هذا موضوع تأهيل الجنود المصابين وعائلات الجنود، إن كان طبيا وإن كان من الناحية النفسية، تقريبا الرقم يتضاعف في إسرائيل عما كان عليه. يعني كل الحروب ثمن والحرب هذه ثمن آخر. حسب الصحيفة أيضا هنالك شيء غريب، هنالك ارتفاع بالاستهلاك الشخصي للمواطنين في إسرائيل، المشتريات وهيك، وبنفس الوقت هنالك ازدياد بالبطالة. طب كيف؟ السبب وراء ارتفاع الاستهلاك هو أن الحكومة تلقي بأموال كبيرة خصوصا على جنود الاحتياط، وبالتالي يتم الصرف. حسب الصحيفة هذا معناه كارثة اقتصادية. ليه؟ بقولوا بأنه هذا سيؤدي بالعجز الحكومي، أو حتى الآن أدى إلى 8% زيادة عن الناتج، وهذا معناه بأنه إسرائيل ستستصعب تسديد ديونها المستقبلية. أخيرا تقول الصحيفة هذه التقرير، هذه الأرقام هي مش تقديرات مش تحليلات، يقولون هذه أرقام واضحة. وأيضا نقطتين إضافيان ذكروها، النقطة الأولى بأنه هذا سيؤدي أيضا إلى ارتفاع الفائدة في إسرائيل وقلة الاستثمار في إسرائيل وهروب بعض المستثمرين. النقطة الثانية المهمة بأنه كثير حسب التقرير من المواطنين في إسرائيل يهربون أموالهم إلى خارج البلاد، هنالك ارتفاع حاد في وتيرة الإسرائيليين معهم المصاري في البلاد، بيفتح حسابات بنكية خارج البلاد وبحولوا المصاري عليها، حسب ما جاء في صحيفة كالكاليست الاقتصادية. وأنتقل للفيديو الأول. اليوم نتنياهو أخيرا قال بأنه يقترب عرايو من القضاء على جيش حماس. عرايو عاد اليوم من الجنوب، من منطقة غزة، وعاد بانطباعات إيجابية بوصفه بأنه نحن نتقدم والمرحلة للقضاء على جيش حماس تقترب. ملاحظة بس هيك من عندي، قبل أسابيع كان يقولوا 10,000 شخص بأربع فيالك لحماس، والآن يقولوا قتلنا فقط بضعة مئات، الباقي هربوا.
مع ذلك نتنياهو يقول خلال فترة قريبة، تقديرات بتقول أيام، سنعلن بأننا قضينا على جيش حماس. ولكن يكون هنالك استمرارية دون أن يشر لها، عرايب أن نكمل نقصف قيادات وأشخاص لحماس. ما وصف شو يعني استمرارية، كيف سيكون شكل هذه الاستمرارية. نتنياهو عودنا من أول الحرب بأنه تقريبا لا يقول، لا يوضح تقريبا أي شيء، يعني لا يفسر ماذا يقصد فيما يقول. ثم ماذا يعني قريبا بالنسبة لنتنياهو؟ قبل 6 أشهر قال نحن نبتعد خطوة عن النصر الساحق المحق، تذكرون؟ طب قبل 3 أشهر قال نحن نبتعد خطوة صغيرة، زاد على الخطوة كلمة صغيرة. ومنذ حينها والكوارث مستمرة في قطاع غزة، وأيضا عدد القتلى الإسرائيليين الجنود في قطاع غزة يزداد. سؤال قلنا شو يعني قريبا، وشو يعني بأنه ما زال هنالك بعض العمل؟ شو يعني بعض؟ يتعمد كما نرى دائما استخدام مصطلحات هلامية بدون أرقام بدون توضيحات لكي يفسر لاحقا ما يراه مناسبا، زي نصر ساحق ماحق، زي قضاء على حماس، روح فسر. الفيديو الثاني. قبل أن أنتقل إلى موضوع مدير مستشفى الشفاء، ملاحظة فقط، رأيتم أمس 18 جنديا إسرائيليا أحدهم بحالة خطيرة في هجوم بطائرة مسيرة من حزب الله إلى منطقة الجولان السوري المحتل، وهنالك إصابات كثيرة. جالانت اللي كان كل يوم تقريبا يطلع يهدد في لبنان ويقول سنعيدها إلى العصر الحجري وسنقصف بيروت، أول أمس قال نحن جاهزين للحرب ولكن نفضل أو مستعدين لتسوية. ومع ذلك النقاشات التحريضية في القنوات الإسرائيلية تقريبا لا تهدأ، لا تتوقف. اليوم نرى المحلل، إذا بدكم المحرض، سفي حزكيالي. أنا دائما بحب أذكر أن سفي حزكيالي هذا هو اللي قال أول في الحرب، قال بكفيهوش أنه في الأيام الأولى للحرب قتل 20,000 في غزة، عرايو كان معنا شرعية دولية نقتل 100,000. اليوم شو بقول؟ بقول نصر الله لا يريد الحرب ولكنه يريد أن يحافظ على إنجازاته. وبقول في ألم يجب أن نقول، أن نعترف بأن هنالك إنجازات لحزب الله، على الأقل إبعاد المواطنين الأهل الشمال، وأيضا أثبت قوة عسكرية. سألوه في الاستوديو يعني نساوي حرب ولا لا؟ شو نستنتج من كلامك؟ كان جوابه كالتالي، قال أنه اتفاق سياسي سيؤدي بأنه أهل الشمال لا ينامون بهدوء، لأنه اتفاق سياسي معناه حزب الله ما زال قويا، أسلحته ما زالت معه، فيفسر بأنه عاد من المعركة منتصرا وبأنه هو الذي يقرر هذه الجبهة كيف تبدو، وبالتالي لن يناموا بهدوء، لأنه من يجيبهم على سؤال هل سيقوم حزب الله يوما بما قامت فيه حماس في 7 أكتوبر مثلا؟ فبالتالي بقول باختصار، أو على الأقل أنا فهمت من جوابه، بأنه مع حرب على لبنان وبأنه يكون التغيير بخلفية عسكرية، مع أن كل التحليلات تحذر من هذا الكلام. الفيديو الثالث. محمد أبو سليمي طبيب أطفال فلسطيني بارز معروف، أدار عدة مستشفيات في فلسطين في غزة في مسيرته طبية، من العام 2019 أصبح مدير مستشفى الشفاء. ب 23 تشرين الثاني 2023 اعتقلته إسرائيل، اعتقلته قوات الاحتلال. اليوم أطلق سراحه. نقاش، نقاش معركة، شو نقاش؟ نقاش غريب عجيب ترونه. لا أعتقد بأنه يمكن أن تروق في أي مكان في العالم أنه يجي سياسيين من الائتلاف، من المعارضة، ورئيس حكومة يناقشوا لماذا تم إطلاق سراح شخص إن لو لاقوا عليه شيء، يعني بدلقوا سراحه، يعني أطلقوا سراحه. ونقاشات، طالبوا وزير الأمن يوقف جالانت بتوضيحات بشأن ما حدث. نتنياهو أمر عرايو ما كانش يعرف رئيس الحكومة. نتنياهو يدعي بأنه يعرف كل شيء في غزة وما في الأنفاق، وعرايو بيعرفش مين طلعوا إطلاق سراح مين في سجونه. شكل فريق للتحقيق في هوية المعتقلين الغزيين قبل إطلاق سراحهم، يعني يعترف إذا صدقناه بأنه هنالك فوضى في سجونه، فوضى في، يعترف بفوضى بإطلاق السراح ولا يعترف بفوضى في الاعتقالات. أرى يجب فحص شامل
كيفية الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء الطبي الدكتور أبو سليمي، ورأي قرار الإطلاق السراح اتخذ دون علم المستوى السياسي أو قادة الأجهزة الأمنية. المهم جزء من النقاش كان على مجموعة الواتساب تاعت الحكومة، كل اللي فات على الواتساب بس شاف الصور الدكتور يتم إطلاق سراحه ويعانقوه في غزة، وبدأت نقاشات حادة بين الوزراء. إيش طلب من جلانت؟ كلها توضيحات. بن كفير تعرفوا هذا دائما لازم يكون في عندك الخطة أكثر، يعني فكر أكثر شوي. أرأي يجب إقالة رئيس جهاز الشباك رونين بار. أرأي يجب أن نحضر قيادة جديدة ودي قيل الكل هذا. المسؤول عن السجون بن كفير، ولكن أهون شيء عند بن كفير من يراقبه شخصيته الآن، يبحث دائما عن متهم آخر حتى لو كان هو المسؤول الأول ويهاجمه، تارة يهاجم رئيس الشباك، تارة يهاجم القائد العام للشرطة، وهكذا يبني حياته السياسية. المفاجئ بتزيد شعبيته، بتزيد شعبيته طبعا مش عند الكل، هو فنان موضوع رمي التهم وإثارة الفوضى هيك شخصيته، ولكن تزيد شعبيته مش عند الكل، عند أشباهه من يفكرين زيه اللي مستواهم ذكائهم الخارق بيشبه ذكائه الخارق هكذا. على كل حال ليس الحكومة فقط هاجمت، طبعا هذه مناسبة للمعارضة. فيكتور ليبرمان قال اليوم بأنه هذا إطلاق سراح للطبيب سقوط أخلاقي وأمني وقيمي. والله كنت بتمنى مثلا هذا الكلام نسمعه لما قتل طبيب في مستشفى الشفاء، مجموعة أطباء، لما استشهدوا الأطباء، سقوط أخلاقي، إطلاق سراح، سقوط أخلاقي وقيمي، قتل تحت التعذيب، هنالك أطباء قتلوا منهم مدير قسم العظام. جانس قال هذه الحكومة لا تستحق إدارة حرب وعليها الاستقالة على رأيه، ولا يمكن لنتنياهو أن يستمر بإدارة الحرب ويجب موعد الانتخابات، يعني تبكير. نتنياهو لبيد قال نتنياهو يقول أنه لا يعرف، هذا جزء من الفوضى، هذه الحكومة تدير الحرب بفوضى. الرد الغريب كان مصلحة السجون. مصلحة السجون طلعت بيان رسمي قالت للشعب الإسرائيلي بتقول إن تردوش على هدول السياسيين اللي بتسابقوا يتصوروا ويطلعوا فيديوهات ويهاجمونا، كل الإدعاءات كاذبة، بتكون مصلحة السجون. القرار الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء اتخذوا الجيش والشباك ومش إحنا، إحنا بس منحبس، إحنا منمسك منحبس منخليه عنا، بقولونا طلعوا منطلعوا. لاحظوا مستوى النقاشات الموجودة. طبعا ليش طلع؟ السؤال الثاني، هو طبعا طلع مع مجموعة مع حوالي 50 أسير. بالإعلام الإسرائيلي بيقولوا في مشكلة. شو المشكلة؟ عراين فيش محل داخل السجون. السجون الإسرائيلية بتسع على الأكثر 14,000 سجين، كان في مشكلة بالعدد من قبل 7 أكتوبر، الآن هنالك 21,000 سجين، في 6,000 سجين جداد، هدول جابوهم 7 أكتوبر، بتوقعوا يكون في كمان 2000. مصلحة السجون أو الشرطة بتقول في أشخاص يمكن نفذوا عمليات عراين بشكل خطر أمني، لم نعتقل لهم فيش محل نحطهم. شفتوا محل تاني في العالم مش ملاقي محل وهالقد عنده فائض مساجين ومش عاجبه كمان وطلعوا مدير مستشفى؟ سجلوا عندكم. حكومة إسرائيل تشكي بأنه يا حرام بتشفق، فيش عندها محل يحطوا الناس اللي حسب رأيهم لازم ينحبسوا. الفيديو الرابع، لبيد رئيس المعارضة اليوم تحدث عن المستشار القضائي للحكومة. لماذا هذا الكلام مهم؟ لأنه المستشارة القضائية أخذت عدة مواقف لم ترق لنتنياهو وحكومته حتى قبل الحرب، منها مثلا وقت إضعاف جهاز القضاء قبل الحرب، منها مؤخرا موضوع الحريديم، هي مع التجنيد. رئيس المعارضة لبيد قال نتنياهو بدأ بخطوات لإقالتها لأنه مش عاجبته مستشار القضائية بيروحها الديمقراطية الإسرائيلية، ديمقراطية نتنياهو الإسرائيلية. وقال لبيد اليوم بأن كل بالونات الاختبار اللي المفروض يطلقها نتنياهو لكي يفحص الخطوات التي تسبق إقالة المستشار القضائية أطلقها. بنفس الوقت بكل لبيد نتنياهو يعرف بأن هذا الموضوع سيغضب الإعلام وسيغضب المعارضة وسيغضب الشارع الإسرائيلي، ولكن نتنياهو معني أن يغضبهم. لماذا؟ نتنياهو يريد للنقاش أن يتحول إلى موضوع كهذا الموضوع، موضوع إطلاق سراء أو عفوا إقالة أو عدم إقالة،
لأنه لا يريد أن تكون المواضيع المطروحة على الطاولة، فشل تحقيق أهداف الحرب، فشل أو إيقاف صفقة التبادل والحديث عن صفقة التبادل. يعني لبيد بيقول بلغة أو بأخرى، نتنياهو يخترع مواضيع من جهة تفيده بشكل مباشر شخصي، ومن جهة أخرى طبعا لكي يعين غيرها تروق له أكثر، ومن جهة أخرى لكي يلفت نظر الناس عن المواضيع الأساسية التي يجب أن يتحدثوا عنها. نتنياهو. الفيديو الخامس قبل الأخير. على سيرة نتنياهو والنقاشات وهكذا، موضوع آخر يطرحه نتنياهو، يخترعه، حراسة أبناء نتنياهو وزوجته عن طريق الشباك الإسرائيلي. قناة ناش قالوا في إنه في لجنة مختصة بحراسة الشخصيات المهمة في إسرائيل، اجتمعت اليوم لتمديد حراسة سارة نتنياهو زوجته وابنين. الشباب قال عائلة رئيس الحكومة مش من رموز السلطة، بالتالي بيطلع لهم مش حراسة من الشباك، يعني أعطوهم حراسة من جهات أقل شوي. وقالوا بغزة وفي داخل وحول العالم هنالك الكثير من القضايا في ضغط على الشباك الإسرائيلي، ويجب أن تفرغوه لكي يركز فيها في هذه المهام، ومعش وقت لنتنياهو وعائلته. ولكن في النهاية من في اللجنة هم أصدقاء نتنياهو في الحزب من الحكومة، وبالتالي قرروا إبقاء الحراسة لسنة إضافية. بس للتذكير، ابن نتنياهو موجود في ميامي يائير، وهنالك الكثير من النقد من مواطنين إسرائيل بأنه بينما أبنائنا يقتلون ابنك يستجم في ميامي، وطلعوا له صور وعرضوا صور وهو يستجم، وحتى اسمع بتايتو. الفيديو السادس ولا انظروا لمظاهرات الحريديم على الشاشة، لا يريدون التجنيد، يخرجون بعشرات آلاف يغلقون الشوارع، ومع أنه كان في وزراء في فرق من حد المظاهرة، تم الاعتداء على الوزراء، سيارات الوزراء، ولكن شفنا بأنه عنف الشرطة تجاه الحريديم نسبيا محدود، في اتكلم ولكن نسبيا محدود، مش مثل العنف اللي بنشوفه بالمظاهرات لإسقاط نتنياهو وحكومته. بالتذكير هنالك اليوم أربع أنواع من المظاهرات، مظاهرات الحريديم زين الشيء جنته، حتى خمس أنواع، مظاهرات للعلمانيين بدهن الحريديم يتجندوا، مظاهرات لصفقة تبادل الأسرى لأهالي المحتجزين، مظاهرات لإسقاط حكومة نتنياهو، مظاهرات خامسة شديدة في الشمال، كل الحكومة تركت. خمس أنواع مظاهرات في احتمال إضراب كبير قد يكون مع بداية هذا الشهر، نتحدث عنه لاحقا. نراكم على خير بأخبار أفضل بإذن الله.